السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول طبعاً بحب أشكر الويدا دكتور أحمد سباق والدكتور مصباح على دعوتي، وسعيد بوجودي مع كوكبة من الزملاء في الميتينج، وبرضو بحب أشكر شركة الإسراء على دعوتي للسيمبوزيوم بتاعهم. شركة الإسراء طبعاً بدأت يبقى انتروديوس للماركت دايبيتس ماركت بقوة، عندها طبعاً تو دراجز ريليتد لتو امبورتنت جروبس. يمكن أنا هتكلم على واحد من الدراجز دي اللي هم دير برودكت اللي هو الشوغارلو بلاست از ايفيل دجليبتين. انا مش عايز اطول، احنا الدايبيتس مهم عشان الامباكت بتاعه على ديفرنت اورجان سيستمز والكومبليكيشنز اللي احنا عارفينها كلها، مش بس بالامباكت على الديفرنت اورجان سيستمز، بالويت هيفي ويت بالنمبر جلوبال زي ما احنا عارفين. في الاخر احنا عايزين نوصل ان احنا تو ريديوس the risk of complications. وعندنا evidence, strong evidence من UKPDS ان H1 percent reduction في A1C عنده statistical significant reduction لdifferent diabetes related complications including mortality. أجمل حاجة من UKPDS ان follow up after 10 years showed still persistent benefit للearly and the intensive glycemic control، وده اللي سموه legacy effect still persistent. ويمكن الحاجة الجميلة في UKPDS ان انا كان عندي blood pressure arm الفولو اب did not show the same benefit للblood pressure control زي glycemic control. مش بس كده، بعد 24 سنة من الـ end of the trial still maintaining the benefits بتاع glycemic control على the different diabetes related complications، وده زي ما قلنا legacy and persistence of this legacy effect. But unfortunately, the majority of patients out of control. إحنا مش عاملين شغلنا صح. ودي داتا من United States. 32 تلتين العيانين الـ A1C بتاعهم above the target اللي هو below 7. نفس الكلام يمكن more worse في Egypt زي ما إحنا شايفين من الـ Wave 8 من الـ International Diabetes Management Practice Study. 17% بس اللي هم achieving the goal في الدايبيتس، و 38% على الانسولين. This delay في الـ glycemic control شفناها في study من الـ United Kingdom Clinical Research Data Link. على مدار سنة ناس أقل من 7 وناس أكتر من 7، لقينا اللي هم uncontrolled عندهم زيادة في different complications اللي بنقول عليهم delay intervention بيعمل intensification cardiovascular risk. 67% للcardiac infarction، 51% للstroke، و 64% للheart failure. والcardiovascular outcome بيبقى طبعا بـ 62%. So don't forget, remember please, glycemic control still a matter. احنا بنتكلم كتير بعد الجروبس بتاع GLP-1 receptor agonist SGLT2 inhibitors على الimportant role في الاوتكم، لكن ما ننساش ان glycemic control still has a role. اهمية الكلام ده ان احنا لما نيجي نشوف to implicate this على daily clinical practice from this index case our patients اللي هو 53 سنة years old type 2 diabetic patients بقاله 3 سنين. المريض ده هو work as a driver, poor compliance للميل plans. He has history of recurrent renal stones and recurrent UTI. العيان obese, ال body mass index 31 و ماشي على metformin 1 gram only، ما قدرش عليه عشان الجي اي تولرانس، وال A1C بتاعه 8 والفاستنج 150. لو انا جيت اسال سؤال للعيان ده ان كنترول، لو احنا هنشوف الاي 1 سي بتاعنا 8، هقول which one of the following treatments would be most suitable. وانا حطيت كل البوسيبل انتي اللي هم الجروبس بتاع الانتي دايبيتيك تريتمنت اللي انا ممكن احسن بيها الكنترول. طبعا لو في تايم كنت احب اسمع اراء حضرتكم، لكن انا لو جيت افكر كده بالراحه، انا لو جيت ابص على اول تشويس هلاقي ان العيان 1 جرام متفورمين. هل يا ترى لو انا جيت ازود الميتفورمين هاخد بنفيت؟ لا طبعا مش هاخد، لان انا باخد 80% من البنفيت من الهاف دوز بتاع الميتفورمين، وبالتالي كون ان انا ازوده مش هقعد فيردر بنفيتس من غير ان انا هزود له جي اي بروبلم.
لو جينا نبص هو درايفر وبور كومبلانس يعني عنده انكريز ريسك اوف هايبوجلايسيميا، يعني مش هيناسبه لا السالفونيلوريا ولا الانسولين. اجين العيان عنده ريكارنت رينال ستونز ريكارنت يو تي اي، يعني ببساطه شديده هبقى متحفظ جدا وانا بفكر اوصف له اس جي ال تي 2 انهبيتور. اجين العيان زي ما احنا شايفين البادي ماس اندكس عاده عالي عنده، وبالتالي حته البايوجليتازون مش هيبقى احد الخيارات بتاعتي. اخر حاجه لو انا جينا نفكر هنلاقي ان ذا موست سيوتابل دراج فور هيز اديشن اوف دي بي بي 4 وليكن الفيلداجليبتين او شوجارلو. العيان الثاني بتاعنا لو جينا نفكر فيه اللي هو مستر كريم ال 44 سنه، هو شغال في بنك وكان نيولي دايجنوزد على بيريوديك تشيك اب ان هو بتابتو دايبيتس، 84 كيلو جرام، البادي ماس اندكس 26 والبلاد بريشر بتاعه كويس. لو جينا نبص للاب هنلاقي الفاستنج 180 والبوست برانديال 255 والاي 1 سي 7.8، التوتال كوليسترول والليبي بروفايل بتاعه كويس ونورمال كيدني فانكشن. حاجه اسال السؤال بلس لايف ستايل موديفيكيشن واتس يور نيكست ستيب في المانجمنت اوف كريم؟ يا ترى هتعمل اللي هو اليوجوال بتاعنا اللي هو الستيب وايز ستارت ميتفورمين 500 بتاع تريت اب عشان التوليرانس بتاع الميتفورمين او البايجوانايدز، ولا يو ويل ستارت وذ انيشال فيكسد كومبينيشن فيلداجليبتين ميتفورمين؟ انا اعتقد زي ما هنشوف بعد كده هنلاقي ان الريكومنديشنز من الجايد لاينز زي ما هنشوف بعد كده هي الانيشال فيكسد كومبينيشن، وعندنا داتا اي ويل شو ات فور يو من الفيريفاي تو ستارت ا كومبينيشن اوف فيلداجليبتين ميتفورمين لايك شوجارلو بلس. زمان كنا بنقول ان التريتمنت جنرالايزد، بفترض ان كل العيانين هياخدوا نفس البينيفيت، لان احنا كان في الوقت ده عندنا مثلا ثلاثة انتي دايبيتيك بايجوانايدز سالفونيلوريا وانسولين، وبالتالي كان هبدا بحاجه هوصل للتاني. الوضع اختلف دلوقتي مع ارمنتيريوم اكتر من 10 جروبس اوف دايبيتس، وبالتالي دلوقتي بقت الريكومنديشن هي بيرسوناليزيشن، وبالتالي نو وان سايز فيتس اول. وبص لكل الانتي دايبيتيك تريتمنت بتعمل خلال الجلاسيميك افيكاسي والسيفتي والتوليرابيلتي والكوس والاوتكم. يبقى في الاخر هي بيرسوناليز، كونسيدر ايتش بيرسون لايك اي بيشنتس جايد بيرسونالون. احنا عارفين الجايد لاينز بتاعتنا زي ما احنا عارفين في كومبيلينج نيد بالنسبه للتريتمنت ريجاردنج الكارديو رينال بينيفيت، وبالتالي كونسيدر لو انا عندي اي كارديو رينال كارديو فاسكولار بروبلم، انا عندي الاي سي جي تو انهبيتور او الجي بي ار ريسبتور اجونست، اذروايز الجلاسيميك كنترول، ودي يمكن اللي هي الكلينيكال براكتس جايد لاين 2023. لكن لما نيجي نبص هنلاقي to continue the glycemic control هنلاقي دي بي بي 4 there whatever you start with او whatever you compelling need، عايز تقلل الريسك اوف هايبوجلايسيميا، عايز حاجه نيوترال للويت، او حتى ايفن الكوست خاصه لما يكون عندك جينيريك. اما نيجي ل 2024 ما اختلفتش كتير، احنا قلنا بس ركزوا في 2024 ان consider الكارديو رينال بينيفيت عشان التشويس، لكن ما تنساش الجلاسيميك كنترول والويت جين عشان تو جيت ذا بينيفيت بتاع العيانين بتوعنا، لكن ستيل ذير فور جلاسيميك كنترول الدي بي بي 4 انهبيتورز. الحاجه الجميله في ذيس جايد لاينز ان هم قالوا لنا وانت بتكونسيدر الجلاسيميك كنترول دايما اختار حسب الافيكاسي، وقالت لي الفيري هاي افيكاسي في الجلاسيميك كنترول بلس الانسولين والهاي دوز ديولاجلوتيد وسيماجلوتيد والترزيباتيد الكومبينيشن اوف اورال او الكومبينيشن اوف انجكتبلز عشان تو اتشيف. يبقى الانيشال كومبينيشنز بتقول لي ان انا عندي انكريز ديورابيلتي اوف جلاسيميك كنترول، وبالتالي هادريس البوثبل ثيرابيوتيك انيرشيا سيمالتينيس تارجتنج اوف اكتر من باثوفيسيولوجيكال فاكتور، واحنا عارفين الاومينس اوكتيت، وبعدين البوتنشال امباكت على الميديكيشن بيردن، كل ما زاد عدد الحبوب البيردن بيبقى اكتر والادهرنس بيبقى اقل، وبالتالي عندي كومبلمنتري كلينيكال بينيفيتس من الانيشال كومبينيشن. بسرعه كده الداتا على دي بي بي 4 انهبيتورز انا سمرايز من الاي دي اي كلينيكال براكتس ريكومنديشنز ريجاردنج الافيكاسي والسيفتي ريجاردنج الويت والهايبوجلايسيميا من خلال ذيس 3 lines اللي هي intermediate في الإفكاسي neutral effect على الويت و generally correlated الإيليو combination و have evidence in the metformin و DBP4 inhibitors vildagliptin
من خلال الـ Verified Trial، لأن ده increase the durability compared للـ stepwise approach with cardiovascular safety is demonstrated. الفيلداجليبتين الـ evidence بتاعه في الـ efficacy واضح comparable للـ metformin و durable without effect على الـ weight، لأنه neutral على الـ weight، وده بي improve الـ glycemic control اكسترا مع الميتفورمين، لان احنا مع الميتفورمين في سينرجيستيك افكت. الميتفورمين بيزود الانكريتينز والدي بي بي 4 بيمنع الدستراكشن، وبالتالي انا عندي سينرجيستيك افكت. سو 1 بلس 1 نوت ايكوالز 2 ايكوالز 3 اور 4. ده بينعكس على الداتا اللي احنا شايفينها، هنلاقي ان الميتفورمين بيلداجليبتين بيقللوا اب تو 1.1 فيرسس البلاسيبو مع الكومبينيشنز اوفر 24 يير. versus السلفونيل يوريا بيبقى فيه comparable reduction، لكن أهم حاجة low risk of hypoglycemia no risk of severe hypoglycemia. بالنسبة لل similar efficacy قلنا في الدات versus البيوغليتازون similar efficacy لكن low risk of weight و hypoglycemia. add only الانسولين still beneficial reduction في ال A1C و low risk of hypoglycemia. الايرلي والتايت كومبينيشنز زي ما احنا شفنا، لان احنا بنتارجت اكتر من 4 من الاومينوس اوكتيت بالفيلداجليبتين ميتفورمين، والكلام ده شفناه في الفيريفايد ترايل اللي هي تيستد الجلاسيميك كيورابيليتي من الايرلي كومبينيشن ميتفورمين فيلداجليبتين في تايب 2 دايابيتس نيولي دايجنوز من خلال 5 ييرز مالتي سنتر راندمايز دبل بلايند كنترول ترايل. الفيلداجليبتين هنا او الفيريفاي أكثر من 2000 عيان 34 كونتري 254 سنتر على across the continent. هنا العيانين بادئين الافريج ايج 55 سنة، الـ A1C بتاعنا الميديم بتاعه حوالي 6.8 والويت، وده البروفايل. هم كانوا عايزين يشوفوا ايه؟ عايزين يشوفوا ان اللونج تيرم بينيفيتس من الانيشال كومبينيشن فيرسس السيكوينشال. Initial run-in period 3 أسابيع، وبعد كده first period اللي هو failure of oral monotherapy versus the initial combination، والsecond period this failure للoral والreverse للinsulin. لقينا ايه؟ لقينا ان الinitial treatment failure reduced 50% over 5 years في الinitial combination versus the monotherapy. الجميل تاني ان second treatment failure reduce 25% تقريبا او 26% ان انا to achieve من ليه الانسولين. وبالتالي early and tight control has a very important role في durability. another important point هم حاولوا يشوفوا من الكبار والصغارين اقل من 40 سنة واكثر من 40 سنة، لان المتوسط بتاعنا اللي هو young onset diabetes versus late onset diabetes، لقوا الانيشال فيلير تقريبا زي بعض اليانج اونست والليت اونست، لكن اليانج اونست دايابيتس في السكندري فيلير لقوا ان هو بيقلل الريسك اوف سكندري فيلير 48 فيرسس 24. يعني في بينيفيت اكتر لليانج اونست دايابيتس من الفيرفار في الانيشال كومبينيشن فيرسس المونوثيرابي او السيكوينشال. الكونكلوجن فور ذيس فيريفاي ذات بيشنت وذ ديورابيليتي and delayed treatment escalation compared to sequential treatment. My take-home message that tight glycemic control decreases type 2 diabetes complications. There is clinical inertia in early glycemic control we need to overcome. DPP-4 inhibitor remain efficient option for glycemic control in type 2 diabetes management. Evidence of beneficial use of combination in newly diagnosed patient. Co-starting vildagliptin metformin use in newly diagnosed type 2 diabetes delay the progression of type 2 diabetes failure and initiation of insulin use. Starting early combination half the risk of treatment failure in young onset diabetes compared to late onset diabetes. Thank you very much for your listening.